الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الأهلة مواقيت للناس يعرفون بها أوقات عبادتهم وآجال معاملتهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نعبد إلا إياه، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم حدد لأمته بداية الصيام ونهايته، قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، اتقوا الله واشكروه على تيسيره، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فمن تيسير الله علينا ورفعه الحرج عنا أن حدد لنا بداية مواقيت العبادات ونهايتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب الصيام والإفطار بأحد أمرين، أنه يجب الصيام والإفطار بأحد أمرين: الأمر الأول رؤية الهلال، والأمر الثاني إكمال العدة 30 يوماً. اتقوا الله عباد الله، وتقيدوا بما شرع الله، فإن فيه الكفاية والهداية. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على نبيه الداعي إلى رضوانه وآله وصحبه وإخوانه. أيها الإخوة الكرام، كما تعلمون أن الصوم هو الإمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني
إلى غروب الشمس. فمن المفطرات الأكل والشرب، فمن أكل أو شرب متعمداً بطل صومه، ويجب عليه أن يتوب إلى الله، ويجب عليه أن يتوب إلى الله ويقضي يومه، يقضي اليوم الذي أفطر فيه. ومن أكل أو شرب ناسياً فلا حرج عليه وصومه صحيح، لما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم، وهو الحال، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ومن مفسدات الصوم أيضا الجماع، فمن جامع امرأته في نهار رمضان بطل صومه، ويجب عليه أن يتوب إلى الله ويقضي يومه، أي اليوم الذي جامع فيه، ويجب عليه مع القضاء الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. ففي حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي، أي جامعتها، وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. فقال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، العرق المكتل، إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: خذ هذا فتصدق به. قال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ من هل أتصدق بهذا التمر؟ ألا رجل أشد مني فقراء؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، لأن الرجل حلف، قال: فوالله ما بين لابتيها، اللاب بمال الحرة، أرض تعلوها الحجارة السود، قال: فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أشد فقرا من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، أي أنيابه، قال: خذه وأطعمه أهلك. ومن مفسدات الصوم أيضا عباد الله الاستمناع، إنزال المني من غير جماع، من نظر أو لمس أو تقبيل أو استمناع. ومن مفسدات الصوم أيضا التقيع، إخراج القيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء، أي من غلبه، من ذرعه القيء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاع فعليه القضاء. من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاع فعليه القضاء. عباد الله اتقوا الله واحفظوا صومكم من المفسدات، وقد جعل الله لكم الليل مجالا لتنالوا ما تحتاجون إليه وما تشتهونه مما أباح الله لكم. أما النهار احفظوه بالصوم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. اعتدلوا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.